مكان العمارات ربما التي لم يتبقى منها إلى مربع واحد وهو 10 عمارات. تفضل. أهلا وسهلا بك مصباح. ربما العمليات العسكرية لا زالت متواصلة في داخل العمارات الاثنى عشر. هي ما تبقى من العمارات الاثنى عشر هن 4 مربعات، أي باختصار أنها 8 عمارات فقط المتبقية في مرمى النيران للقوات المسلحة، تتحصن في هذه الجماعات الإرهابية. ربما كانت طوقت هذه العمارات بعدد كبير من ألغام. القوات المسلحة تتعامل معهم بغارات مكثفة من قبل سلاح الجو، وأيضا بالأسلحة الهاون والدبابات وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نعم. ذلك المحور. لكن الكل القادة الميدانيين في داخل هذه الإمارات يؤكدون أن العملية العسكرية في المحور الغربي قد انتهت بالكامل. هي عبارة عن مجموعة بسيطة جدا تتعامل مع هذه القوات لكي يريدونهم ليخرجوا من هذه الإمارات ويتم القضاء عليهم بالكامل، ثم إلى انتظار أوامر قيادة العامة للجيش الليبي في تكليفهم في محاور أخرى داخل بنغازي الصابري وسوق الحوت أو خارج مدينة بنغازي. ربما هناك تجهيزات خرجت علينا بعض المعلومات من القيادة ومن غرفة العمليات. هناك تجهيزات لمدينة الجفرة، وهناك تجهيزات أيضا لمدينة درنة لمساندة الكتائب. هناك تجهيزات كبيرة شغل شاغل تعمل به القيادة العامة للجيش الليبي لسيطرة على كل المناطق التي تتمركز فيها هذه الجماعات الإرهابية. طيب بالنسبة لمن يتواجد داخل هذه العمارات، يمكن 8 و10، لكن هل هنالك معلومات عن من الرؤوس التي تتواجد أو قيادات تتواجد داخل هذه العمارات؟ إذ تحدثنا عن أسماء يعني داخل هذه العمارات وقادة بارزين، هل هنالك قادة بارزين داخل هذه العمارات وهذا الدفاع المستميت عنها؟ حتى الآن هم متواجدون داخل هذه الإمارات من أجل البقاء والدفاع عن أنفسهم. من اللحظات الأخيرة هم لا يريدون قوات المسلحة القبض عليهم. تعرف أنت أفكارهم المزعومة بالشهادة وغيرها من هذه الهرطقات التي هم ينطقون بها، ولكن حتى الآن ليست لدينا أي معلومة مؤكدة نستعرضها على شاشة قناة ليبيا الحدث. طيب التحول إلى محور سوق الحوت والصابري محمد، محور سوق الحوت والصابري، الحصار لا زال مستمر على هذه الجماعات الإرهابية. هذه الجماعات هي أنت تعرف جيدا الشوارع والأزقة الضيقة جدا في مناطق الصابري وسوق الحوت، وتعرف خطورة هذه المنطقة من أزقتها الكثيرة ومن المباني العالية فيها. ولكن ما يؤكدونه بعض سرايا الاستطلاع هناك في الصابري وسوق الحوت أن هذه العمارات هي توجد فيها ألغام بشكل كبير، تعامل القناصة معهم حتى بشكل مكثف بشكل كبير. ولكن حتى الآن لم تصدر غرفة عمليات الكرامة أوامر باقتحام الصابري وسوق الحوت. حتى الآن العملية العسكرية لازالت مجمدة بعض الشيء، غارات جوية بين الحين والآخر على هذه المنطقتين، ولكن الآن العملية العسكرية لم تتم حتى الآن. ولكن نريد أن نؤكد شيء واحد، أن غرفة عمليات الكرامة في مدينة بنغازي أكدت أن عملية اقتحام الصابري وسوق الحوت أصبحت قريبة جدا لاقتحام وإنهاء هذا المحور بالكامل، وأيضا السيطرة على محوري الصابري وسوق الحوت. نعم، إذا شكرا جزيلا لك مراسلنا من بنغازي عبر الأقمار الصناعية محمد العزومي.